السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب كلكم تكونوا بخير فيديو النهاردة هيبقى روتين احنا عملنا مع بعض اخر روتين كان بداية تنظيف المطبخ التنظيفة العميقة بتاعت فصل الشتاء النهاردة ان شاء الله هنكمل تنظيف المطبخ وكمان هنعمل الغدا مع بعض اه اول حاجة طبعا بعملها اول ما ودي الولاد المدرسة اه برجع اعمل فطار عشان افطر وبعدين اشوف بقى ورايا ايه انا عملت هنا بيت اومليت عادي هرش بس عليه كده رشة جبنة شيدر مبشورة يعني بتديها طعم حلو هنفطر بقى ونشوف هنعمل ايه اول حاجة انا هعملها رز بلبن انا لما صحيت بدري ايه نقعت الرز بعد طبعا ما غسلته كويس ونقعته في مية سخنة ايه تقريبا يعني يدوب بس مغطياه عشان المية دي اللي بتخلي النشا يطلع عشان انا ما بحبش حط نشا في الرز بلبن ايه فدي الحركة دي بتخليه بيتقل ايه رفعته بقى على النار دلوقتي وهقلبه كده لحد ما يتشرب كل المية انا حبيت ابتدي بيه عشان يلحق يعني يبرد وادخله التلاجة تقريبا بعد عشر دقايق شرب المية اللي كان منقوع فيها هبتدي بحط الحليب تقريبا هحط لتر حليب على الرز تقريبا تلات اربع كوباية رز مصري هحط بقية الحليب واقلب وطبعا النار تكون متوسطة علشان اللبن يعني ما منك ويبقى طعم الرز بلبن مش حلو وطبعا تحاولي على قد ما تقدري يبقى تقليب مستمر لحد بقى ما يتشرب طبعا اللبن كله كده خلاص الرز اتشرب اللبن معايا هبتدي بحط السكر واحط كمان عليه بودر كريم شانتيه برضو بيديله طعم حلو عايزه كمان تحطي كيس فانيلا ممكن تحطي ماء ورد يعني النكهه اللي انت بتحبيها يدوب بس السكر يدوب وخلاص واطفي وابتدي بقى اغرف كده خلاص غرفت الرز بلبن بتاعي هبتدي بقى زينه هحط هنا جوز هند واستخدم كمان شرايح اللوز لو عندك سوداني او زبيب او فوز دق مثلا تطحنيه ممكن كمان القرفة بتدي طعم حلو قوي مع الرز بلبن يعني طبعا حسب بقى ذوقك هسيبه يبرد وبعدين هتخله التلاجة ونشوف بقى نبتدي تنظيف ايه مع بعض في المطبخ اول حاجه هبتدي بيها هي التلاجة انا هنضف هنا التلاجة الصغيره انا التلاجة الصغيره دي كنت جبتها من فتره علشان بحط فيها ميه وبحط فيها العصاير كانت التلاجة الكبيره بتاعتي باظت لفتره كده كنا بنفتحها ونقفلها كتير وخصوصا ان احنا بنستخدم الميه البارده يعني طول السنه فعشان كده جبت دي احط فيها الحاجات اللي بت... يعني بتبقى على طول عايزين نفتح التلاجة عشانها طبعا عشان تنضفي التلاجة طبعا لازم توقفيها الاول وتطلعي بقى الارفف تغسليها على الحوض انا كمان يعني لو بقالي فترة ما بنضفش التلاجة اول غسلة بتبقى بمية وبنقطة كده مسحوق من بتاع الاطباق وبستخدم هنا الفوطه الفايبر دي معاها او الفوت دي كمان بتبقى حلوة انا بجيبها من هنا هي بنسميها في مصر الفائقة الامتصاص برضو بتبقى كويسة او في التنظيف ده شكلها من جوه انا بس عشان التلاجة منضفاة قريب فانا هكتفي بس بمية وشوية خل عليها وهمسح التلاجة بيها طبعا بقى هنبتدي نفضي التلاجة وطبعا اللي هعمله في التلاجة الصغيرة هعمله في التلاجة الكبيرة نفس النظام بالظبط هفضي بقى كل حاجة وكمان طبعا هشيل الارفف حضرت بقى المية والخل وهاخد بقى بالفوطة الفايبر وامسح طبعا الخل بيزيل اي روايح في التلاجة لو في روايح بيعمل زي كده تعقيم للتلاجة وبعدين بنشفها فوطة تانية بقى نظيفة وبعدين اشغلها وابتدي بقى ارجع كل حاجة مكانها تاني كده خلاص شغلت التلاجة ورجعت بقى كل حاجة مكانها على نظافة بقت مرتبة ونظيفة وطبعا هعمل التلاجه الكبيره وكمان همسحهم طبعا من بره كمان تاني حاجه بقى هننضفها مع بعض في المطبخ آه هي البوتاجيز اول فرن آه طبعا ده اكتر حاجه الستات كلها بتكرهها في تنظيف المطبخ يعني وتعتبر معقده الستات كلها آه هنفتح بقى الفرن مع بعض ونشوف هننضفه بايه انا الفرن بقالي فتره ما بنضفوش وكنت كمان عامله بيتزا يعني وقع بقى من الجبنه وكده حاجات في القاع فهنبتدي بقى نشوف هننضفه ازاي طبعا هنشيل الارفف بره نغسلها وننضفها كويس بره وننضف بقى الفرن نفسه وبعدين نرجعهم تاني هنشوف مع بعض بقى انا بستخدم ايه في تنظيف الفرن اول حاجه زي ما قلت لو في اي حاجه نازله كده بنشيلها الاول بمنديل مطبخ او فوطه طبعا الحركه دي بتسهل عليك التنظيف بعد كده وبعدين انا بستخدم النشادر ومع الخل انا جربت البيكنج صودا مع الخل قبل كده كان برضو كويس بس الصراحه النشادر لها تاثير اكبر وبستخدم هنا سلكة او ليفة خشنة وبرضو الاداة اللي قلتلك بستخدمها مع البوتاجاز من فوق دي برضو بتشيل اي حاجة لازقة النشادر رعيبه بس الوحيد ان ريحته طبعا مش حلوة نفاذة شوية فانت طبعا تحاولي تلبسي ماسك وجلافز طبعا وانت بتستخدميه بس هو صراحة تأثيره على على الفرن وكمان لو عندك البوتاجاز غاز وحوامل البوتاجاز الحديد الظاهر برضو ممتاز جدا اكتر حاجة بتنظفه انا ساعات كمان استخدم المنظف الافراني بنشتريه انا بستخدم هنا في امريكا ايزي اوف آه هو حاليا مش عندي انا بستخدم ده ساعات وده ساعات حسب بقى التنظيف يعني حسب البوتاجاز مثلا بقاله فترة هحط بقى خل كده البوتاجاز كمان ممكن يكون دافي طبعا ما تبقاش مشغلاه يبقى بس دافي برضو بيساعد على تصاعد الابخره من النشادر وبينظف اكتر وخصوصا الجوانب وكده هسيبه بقى يتفاعل مع بعض شوية وبعدين ارجع آآ ننظفه بالسلك او بالليفة والاداة اللي قلتلك عليها دي هبتدي بقى انظف البوتاجاز طبعا وانت بتتعاكي كده لو حسيتي ان في جزء مثلا مش نظيف آآ عايز دور تاني ممكن ترشي عليه تاني وتسيبيه برضو وهكذا هو طبعا الفرن اصعب حاجة واكتر حاجة ما بنحبهاش بس حاجة طبعا ولا بد منها انا ساعات افرش ورق المونيوم في القاع مع اني كنت سمعت إن الموضوع ده يعني مش صح قوي عشان كده ساعات يعني بحب اعمله ساعات اقول لا بلاش بس طبعا لو بتنضفي اول باول طبعا الموضوع بيبقى سهل عليكي كده الفرن خلاص بتاعنا بقى زي الفل الحمد لله نروح بقى نشوف هنطبخ ايه النهارده انا كنت ناوي النهارده اطبخ لحمه فكنت طبعا مطلعاها من الصبح فكت على ما نظفت وخلصت المطبخ انا بشوحها كده شويه وبعدين احط عليها البصل لغايه بس ما تبقى لونها بني وبعدين احط عليها بصل البصل انا بقطعه كبير بس عشان ولادي ما بيحبوش فيبقى سهل اشيله يعني واحط الملح والفلفل والسبع بهارات او بهارات اللحمه ما بحبش اكتر اكتر من كده في اللحمه وخصوصا المسلوقه وبحط بقى ميه مش كتير عشان انا هعملها في حله الضغط فطبعا حله الضغط بتبقى بتكتم البخار فبتعمل ميه اكتر من العاديه وخلاص بقى غطيها انا بتاخد معايا اللحمه اربعين دقيقه في حله الضغط عشان احنا بنحبها طريه شويه اضبط بقى التايمر واسيبها ونروح نشوف هنطبخ ايه خضار مع مع اللحمه بتاعتنا انا هعمل النهاردة الكوسة انا بقالي فترة طويلة ما بعملهاش الطبيخ المصري العادي بتاعنا انا ساعات بنشويها مثلا جنب المشويات وكده بتبقى برضو حلوة ساعات بعملها في الصوص مع الفريتو صوص بتبقى برضو طماحل مع مشروم مثلا بس بقالي فترة طويلة ما بعملهاش بالصلصة يعني الكوسة طبعا عشان عندي سميكة شوية انا هقطعها لاربعة لو هي عندك رفيعة ممكن تعمليها بالنص بس في الكوسه كمان عندنا اللي في مصر بتبقى لونها فاتح شويه اللي بنعملها بالمقشره من بره دي برضو بتبقى حلوه بس دي بتبقاش متوفره قوي هنا انا غالبا بجيب دي ودي طبعا بتبقى اسهل عشان بتبقى بقى ناعمه من بره ومش محتاجه تقشريها ولا حاجه وطعمها برضو بيبقى حلو وشبيهه تانية يعني كتير بالتانية دي خلاص اخر واحده معايا هقطعها وطبعا بقى محضره الصلصه او صلصه الطماطم او عصير الطماطم حسب ما بتطبخي بايه خلاص خلصنا كده تقطيع للكوسه بتاعتنا نشوف بقى هنعمل فيها ايه انا حضرت الرز اهو حطها على النار بيستوي وهنا حضرت بقى الشوربه وعصير الطماطم وطبعا تقليه البصل طبعا كلنا بنعرف نعمل الطبيخ المصري العادي هحط بقى الكوسه لحد كده ما تغلي وبعدها يعني بنحسب لها حاجه بسيطه طبعا انتوا عارفين الكوسه ما بتاخدش وقت ودي ميزتها وخصوصا لو انت مثلا يعني اليوم ده ما عايزه تطبخي بسرعه مجرد بس بتطرى وخلاص تبقى حلوه حتى لما بتبقى فيها قرشه شويه كده بتبقى برضو طعمها حلو هغطيها بقى واسيبها لحد ما تستوي وكده الغدا بتاعنا خلاص جاهز وكمان المطبخ بتاعنا جاهز انا نظفته كله انا ما رديتش يعني اوريكي ازاي بنضف الكاونتر كنت عملت فيديو عليه قبل كده ان شاء الله برضه اسيبه لكم في صندوق الوصف عشان ما اطولش عليك الفيديو بس الحمد لله خلصت التنظيفه العميقه للمطبخ آه تمام طبعا تنظيف المطبخ ما بيخلصش يعني بس في تنظيفه كده عميقه بتبقى كل موسم متعودين نعملها وكمان الترابيزه في المطبخ اللي بناكل عليها آه تمام برضو الروتين بتاعنا كده خلاص خلص النهاردة يارب الفيديو النهاردة يكون عجبكم واستفدتوا منه وان شاء الله اشوفكم فيديو تاني وريت ما تنسونيش من لايك ومن تعليق كمان حلو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته